بالنسبة للمشاكل اللي كنعيشوها في عشرة جهات الدار بلاصطات هي تبدا اقترافا من الجم العام الاخير اللي كان ما فيش النصاب القانونية، لان عدد المداخيل ديال الجمعيات المنخرطة كتفوق 160 جمعية منخرطة اللي وعشنا احداث الجم العام اللي حضرت لها 65 جمعية. المشكل اللي كان هو ان السيد الاستاذ سعيد انصاري اللي كان من بين الاعضاء اللي غيكونوا في اللائحه الجديده انه ما تكلم على هذه النقطه بالاخص، ان ما كاينش النصاب القانونيه اللي تم التزوير ديالها اللي انه تقوم في نفس اليوم يحيدوه من اللائحه ودخلوا عضو اخر. اكيد ان جميع المشاكل فهي كتعرق السير الرقيه العموم، ولكن ملي كتكون عندك واحد المسؤوليه وكتمثل بعض الجمعيات وعاملين فوق واحد الثقه، والا خاصك تمشي بالطريقه اللي خاصها تكون. ما يمكنش لك انك غادي دير واحد السير ديالك خاص، بل السير بل هو عمومي. وكذلك ما ننسوش بان راه هذوك الاباء اللي كيجيبوا الابناء ديالهم النوادي ديالهم راه عندهم واحد الثقه كبيره، راه باش واحد الاب يجيب الوليد ديالو ولا يجيب البنيه ديالو ويعطيها لواحد المدرب، وهذاك المدرب راه كيمثل لها الاب ديالها الاخ ديالها الكبير، يعني كيكون المثال الاعلى ديالها ولا الاعلى ديال ذاك الوليد يعني، وذاك المدرب كيعمل فينا الثقه حنا اللي كاعضاء اللي كنمثلوا في عصبه جهه دار بيضا ستاس. هادشي علاش كنحاولوا ما امكن ان نحطوا جميع النقاط، وهادشي علاش انني اتجهت للقضاء باش ناخذ باش التايكواندو يمشي في المسار. الوقف ديالي امام قصر هذا هو انني عندي هاد الشكايه اللي تحت انظار السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه مدينه الجديده، اللي كان التابس انه يفتح واحد تحقيق قضائي في هذه الشكايه، لان المشتكي بهما كيدعيوا انهم فوق المحاسبه. وحنا عندنا ثقتنا كبيره في القضاء المغربي والسيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه بمدينه الجديده، ومعروف بالسمعه ديالو، لان مدينه الجديده كنعرفوا واحد المدينه اللي هي صغيره، جميع الاشخاص اللي كيتراجعوا فيها لا منتخبهم ولا اعضاء ولا محامون ولا قضاة معروفين، كل واحد معروف بالنزاهه ديالو معروف بالسمعه ديالو. حنا هذا هو المطلوب ديالنا حنا، وثقتنا كنعاود ناكد بان راه ثقتنا كبيره في السيد وكيل الملك، ان شاء الله غادي ياخذ الحق ديالنا. تحيه طيبه لجميع المنابر الاعلاميه التي لبت الدعوه لتغطيه هذا الحدث. فبعد طلب مؤازره السيد محمد مبشور نائب الكاتب العام للعصبه الجهويه لجهه الدار بيضا ستاس، بعد احاله الدعوه على وكيل جهه الملك بابتدائيه الجديده المسجله تحت عدد 7938/3101/2023 تتعلق بخيانة الأمانة، ولنتمس فتح بحث قضائي في موضوع الشكاية التي تم وضعها لدى وكيل جلالة الملك بابتدائية الجديدة بشهر دجنبر 2023، مع الذكر بأن ادعاء المشكى بهما بأنهما فوق القانون، وكما ما هو متداول بأن نحن في دولة الحق والقانون. وبصفتي الضبطية المنسق للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة من السيد نائب الكاتب العام لعصبة جهة دار بيضا ستاس للتايكواندو، فنحن في اتصال مباشر مع السيد الرئيس التنفيذي رشيد هلال لوضع شكاية بمحكمة هدر المال العام بدار البيضاء، ونعلن المؤازرة للأخ والترافع ضد المشتكى بهما، ولهما الحق في الرد كما تبين لنا بالوثائق التي ادلى بها السيد محمد مبشور بان هناك تفريغ للتشهير بمجموعات الواتساب، وكذلك بمراسله التي تتنافى مع الدستور المغربي والتشريع للجمعيات والعصب.